الأغنية ديال أغاني على الصحراء المغربية، أولا غادي نقول واحد خلي جملة بسيطة باش نعطي للتذكير. أنا كمغربية كمواطنة مغربية، شعوري كسائر مواطنين مغاربة، عندنا جوج ديال الحوايج ما كنضحكوش عليهم، عندنا الصحراء المغربية وعندنا القضية الفلسطينية ما كنضحكوش عليها. المشاعر ديال الشعب المغربي وديال كل وجداننا وكلو لعقد الصحراء، أولا كقضيتنا الأساسية من الصحراء ديالنا وغادي ندافع عليها لغاية آخر قطرة أو غاية آخر ربق في حياتنا. وكذلك القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية كذلك نفس الشيء، إحنا دائما داعمين سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، داعمين للقضية الفلسطينية بكل جوارحنا وكل وجداننا. بالنسبة للسؤال الثاني هو اللغة الفرنسية، علاش هو جلالة الملك أولا الله يرحمه كان فنان، وكان في الأحيان كثيرة كان تعاون كيلعب الأكورديون، مكانش رئيس دولة إلا قليل فيما نظر لما تلاقي الملك عنده هذا الحس الفني. الله يرحمه كان دائما اولا كان يراعي كل الفنانين من ضمنهم انا ماشي انا بوحدي، كان الفنانين كلهم تراعيهم وتحبهم وتدعمهم. وانا بالنسبه لي لو كنت طفله كنت دخلت في القصه وانا عندي 12 عام، ف غنيت قدامه كلثوم وغنيت قدامه نجاه الصغيره وغنيت قدامه بزاف ديال الاغاني. ولكن في يوم كان مثلا انور السادات كان موجود وقال لنا وجدي لي جوج ديال الاغاني فرنساوية، كانت عايزه جايبه كتغني ام كلثوم وانا كنغني ميغي ماتيو عليها. علاش؟ هو شاف بانني عندي هذه عندي هاد جوج ديال الثقافات، عندي الشرقي وعندي الغربي، فسمعني وانا كنغني ام كلثوم بعد غنيت قدامه ميغي ماتيو. وفي المرة كذلك طلبني باش نغني الملحون كذلك وغنيت قدام الملحون. وانا هذه ما بالنسبه لي كتشكل ذكريات كبيره بالنسبه لي، والله يرحمه كان شخصيه عبقريه. والحمد لله انه كذلك ان الامام محمد السادس اللي على عن طريقه شفنا المغرب كيزدهر، شفنا المغرب كله بكل مدنه ماشي غير الرباط. انا الرباط فوق ما تنجيش تلقى الرباط مختلف شوارعه بنظافته بالنسبه لي كل شويه تلقى شي حاجه مختلفه. هذا كله مجهودات من طرف جلالة الملك انه حرص ان هذه البلاد هذه تتقدم وهذه البلاد هذه يكون عندها واحد مكانه كبيره وسط هذا العالم هذا، وانها تكون بلد جميله ونظيفه. وكذلك المغاربة يكون تنعمل في البلاد هذه الجميلة اللي ربي حباها بالطبيعة الخلابة وحباها كذلك الناس يحبوا البلاد. فالحمد لله. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.